مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خبري اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تي في. تواصل الحركة النقابية بكل أطيافها تعبئتها للإضراب العام الوطني في القطاعين العمومي والخاص الذي دعت إليه النقابات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي ستخوضه الشغيلة غدا الأربعاء. وتم تسجيل انخراط كبير لكل النقابات الوطنية والمستقلة ونقابات القطاعات في هذه الخطوة النضالية التي اتخذتها النقابات بعدما أسمته تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة وعدم تبنيها لحوار اجتماعي شامل ومشترك مع كل المتدخلين في القطاع الاجتماعي بما فيه ملف إصلاح أنظمة التقاعد وغيرها من المطالب. نستمع في هذا الإطار لإعلان بالعربية عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نتابع. فيما يتعلق بالإضراب غادي يكون نجح، لأنه بالنسبة للحكومة بأنها ما يكفي من الوقت، وبأنه طالب بالحوار، واعتبر بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع والمنهجية الأسلم لمعالجة كل القضايا المطروحة، سواء تعلق الأمر بالقضايا المرتبطة بعالم الشغل أو القضايا المرتبطة بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة أو الأجراء. وانتظرنا طويلا، لكن كامل الأسف أن الحكومة حاليا لم تبالي وتعاملت بتجاهل مطلق مع كل المذكرات والمراسلات التي بعثناها إما بشكل فردي أو بشكل جماعي كتنسيق نقابي كونفدرالية ديمقراطية للشغل اتحاد العام الشغالين في الفيدرالية لجتام، على أساس أن الحكومة أن تستجيب لمطلب الحوار. لكن كامل الأسف أننا وجدنا أنفسنا أو اصطدمنا أمام حكومة لا تتقن إلا لغة الانفراد اتخاذ القرارات، والأخطر والأفضع هو أنها عوض أن تدخل وأن تدرج التقاعد لمطلب ديالنا ديال الإصلاح، لتدرجه ضمن مثل مطلبي في كلية شموليته، ويكون موضوع نقاش وتفاوض لنكون على طاولة التفاوض انفردت ومصرة على أن إضراب عام وطني جاء إذن في وقت شارفت فيه الولاية الحكومية الحالية على النهاية، وما زالت الأوضاع الاجتماعية تعرف احتقانا كبيرا، كما لم يتم تسجيل أي تقدم في العديد من الملفات المهمة. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.